قال لك كمان ايه؟ ان جو الشتاء ده بيتميز بالرومانسيه المفرطه. الله الله على ليالي الشتاء الجامده دي، الجو والتلج وبرق ورعد والبلط الشيك والدنيا وبتاع. بتبقى بتمطر ومش عايزه تبطل مطره، تلاقي ايه؟ مش بلطو بقى، تلاقي كل الاسره قاعده كده ايه في اجواء دافئه جنب بعض، حاضنين بعض، ده حقيقي. بيتكلموا ويحكوا بقى في مشاكلهم، في يومهم، في احلامهم، اللي يقول بقى نكته، اللي يتكلم عن فيلم جديد او مسلسل. ما كله مكسل يخرج بقى، مش زي الصيف احنا مكسلين عشان كده نخرج. الستات بتحب الشتاء، ايوه عشان لما الاسره والدفء ده. بتتجمع، لما والدفء مكسلين ده بقى نخرج بقى، الدنيا برد. خلاص بقى. فبترجعنا لاجواء زمان بقى، ايام ما كانت الاسره كلها بتجتمع بالليل. الشتاء بقى كان بيرجعنا الطبق الايام دي. الرئيسي الوجبه الرئيسيه كان العشاء مش طبعا الغدا. الصيف بقى حر وتلزيق، كله تنطيط وخروج. وخمول. انا ما اعرفش مين بيحب الصيف ده، في ناس كتير بتحب الصيف عشان برضه البحر. بقى بالظبط عارف كده. لو عندنا بحر دفى في الشتاء كله هيحب الشتاء. عندك كمان نوع من الستات بيحب الشتاء ليه؟ لان الحقيقه بيكون ده وقت مثالي ان احنا بقى نستمتع بقرايه الكتب، واحنا عايزين بقى بنعمل المشروبات الدافيه اللي انت هنعملها له ان شاء الله قلت الاسبوع لنا ده. عليها وهتعملها لنا. نعمل مشروب كده الشيف حسن، وناخد كتابنا بقى كده المفضل، وننزل بقى كده تحت البطانيه. انا طبعا برزتكم كله دلوقتي عايز ينزل تحت البطانيه، ونعمل كده بقى سهريه كده صغيره راح حد بالنور النور. الهادي ايوه ونقرا كتاب. ده غير ان المتخصصين كمان اكدوا ان الست في فصل الشتاء بيكون عندها احساس اكبر. هتتفاجئوا بقى، يعني يمكن اللي انا قلت لكم كلكم تقولوا ايه ده احنا هننتخ. لا ده انا اسفه، الستات في فصل الشتاء شفت بيكون عشان عندهم زي الحيويه اللي حصلت لي دي كنت عارف ليه بالظبط. عملت كنت ليه؟ عشان حيويه. انت ما بتقوليش الحق فاتدحت لا ده للشاعر. من كتر الحيويه بيكون عندنا احساس اكبر بالحيويه والنشاط. على فكره الحاجات دي مش بتعمل خمول، ده بيخلينا قادرين اننا ننجز اي شغل او مهمه بسرعه جدا. بصي بقى خدي بالك، انت نسيت حاجه مهمه قوي وفي حاجه فاتتك. اللبس الشتوي سبب جميل، رئيسي ان الستات بتحب الشتاء. شياكه، احلى لبس الفخامه الفخامه. والاناقه والشياكه والبلاطي، تحسيه كل الستات عرضات ازياء حاجه كده تحسهم قبها. ملكات بالظبط كده، باللبس الشتوي بالظبط كده. والفرو كده حوالين الرقبه والبلطو والبوت وكولان. يعني لا انا لا من لبس عشاق الشتاء لبس مختلف. الشتاء يعني، بس مع الاسف عشان هنا كده الستات كلهم بيحبوا الشتاء لانها شياكه كلها، لانهم رومانسيين وحنينين قوي قوي. قوي قوي. انت مالك بتقولها من ورا قلبك لا كده؟ بقلبي اهو، طلع والله على ايدي قوي اهو، مش طلعت على حساها، ايدي اهو. مش حساها، لا اهو طلعت مش على ايدي حساها. عشان بس الصيف ما يزعلوش، خليني ماسك العصايه بالنص. كله بيحب الشتاء بعد اللي طيب احنا قلناه. انت عندك شك ان حد بيحب ال امال الخناقه اللي بتحصل على السوشيال ميديا كل سنه سببها ايه؟ فاهمين يعني؟ ادي الشتاء بتاعكو اللي معادنا في البيت وما بنخرجش وما بنروحش وما بنجيش، والتانيين لمحبي قعدوا الصيف الشتاء، لمحبي وملزقين الشتاء وحرانين وبتوع الساحل كل ده يعني. بيعملوا جو. بس انت عارف عشان يعني بتسلوا. بتسلوا. مش لازم يكون عندنا الهريه او الحاجه اللي هنطلع طاقتنا فيها ونقعد. صح. لا لازم يكون في حاجه كده يعني تسليه يعني يا شيخ. تسلية. طب مش أكتر من لكن كده. طبعا انا بقول لك لو عندنا بحر ومكان دافي ننزل فيه الميه هنحب خلاص الشتاء برضه. هتلاقي. طب انت قلت امبارح كنا بنتكلم في موضوع ان الشتاء بتحرق كتير. ايوه لما نتلم بقى كده تحت البطانيه كلنا في الساعه دي مش هنعمل سوداني ولا ابو فرو؟ هنعمل طبعا. طب